مجموع الورق حبط باتفاقية نوفمبر 2021 فيما يتعلق بإعادة رئيس الوزراء حمدوك في السودان، وتحث على بذل جهود حتى تصل السودان إلى الالتزام بالجدول الزمني لانتقال السلطة. رحبت أيضا بالعناصر الأخرى فيما يتعلق بالاتفاقية الخاصة بالسودان بما في ذلك استعادة مجلس الوزراء وإطلاق المعتقلين السياسيين. شجعت القادة السياسيين في السودان للإسراع بعملية إنشاء جيش موحد وأيضا صياغة دستور جديد، وسيقوم بالنص على الشراكة بين المدنيين والجيش في هذه الحكومة الانتقالية. عبرت عن شواغلها فيما يتعلق بمواصلات القتال في أمهارة وتيغراي وعفرة وهي في إثيوبيا، ودعت جميع الأطراف لإيقاف هذه عمليات القتال ويدخلوا في حوار بناء حتى تنتهي هذه الأزمة. أدانت وبشدة الأعمال الوحشية التي قامت بها مجموعات المختلفة المتقاتلة في الكونغو، وشجعت أيضا بروندي ورواندا لمواصلة جهودها للتعاون لتحسين الوضع الأمني في الحدود المشتركة. أخذت علما وقدرت جهود الخاصة برواندا والسادك في موزمبيق، وكذلك جهود من قبل الدول الأعضاء وغيرها أصحاب المصلحة الإقليمية لمكافحة الإرهاب في المنطقة. أخذت علما بالآثار السلبية للتغير المناخي، وتعدد جهود الأعضاء التي تواجه الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الكوارث، وحثتهم على وضع آليات للتخفيف والاستجابة لها. عبرت عن دعمها لمدغشقر التي تواجه المجاعة بسبب التغير المناخي في الجزء الجنوبي من البلاد، وطلبت من دول الأعضاء والشركاء أن يقوموا باعتماد الأفعال اللازمة لتخفيف آثار التغير المناخي في ضوء أهداف كوب 26. أثنت أعضاء دول الأعضاء والشركاء على دعم الأمن البحري في الجزء الغربي من المحيط، وهنأت مصر على اختيارها لاستضافة مؤتمر كوب 27 نيابة عن قتل أفريقيا. بالنسبة للشركاء في التنمية، عبرت عن تقديرها لهؤلاء الشركاء للتعاضد وحثتهم على مواصلة دعم الكوميسا. بالنسبة للدعم من الدول الأعضاء وأجهزتها ومؤسساتها وأيضا هيئات متخصصة، أخذت علما وقدرت الإسهامات التي تفضلت بها كل هذه الجهات في دعم أجندة التكامل الخاصة بكوميسا. السيد لويد إنكوما، السيد محمد مونتاز، السيدة بيتريس أونكيزا قاموا بأداء القسم، والسيدة ماغاسو نواتش كمفاوضين جدد للجنة التنافسية التابعة لكوميسا. السلطات قامت باعتماد البيان الختامي كما تم قراءته من قبل الأمين العام الكوميسا صدر في القاهرة جمهورية مصر العربية في 23 نوفمبر 2021 صدر باللغات الثلاثة العربية والإنجليزية والفرنسية، وثالثها النصوص الثلاثة هي بنفس المستوى من المشروعية. شكرا جزيلا.